صباح الخير يا حياتي، انت طالق. نفسك شويه يا حبيبتي، انت لحد دلوقتي واخده 3 حقن يا هيدي وبرده ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكم كان حلو وزياده في الحفله مش اكتر، فهو اكيد في حاجه غلط. نو واي، انا متاكده ان هو اكيد يا اما بيهزر معاكي هزار بايخ او عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادره افهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة؟ لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده؟ أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكايه دي. اوكي روح بابي. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضربه او بطح يخت كوريا. دي روسيه مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومه. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفه امنا ولا حياه لمد ولاده، وفي الاخر هي تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب، لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده همك بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا اخويا، زي الواد ابني ده اهو ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيع يعني. هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا طب يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجة يعني من زنقة وبحاول أقف على رجلي. أعمل إيه يعني؟ أضرب الأرض طلع 10,000 جنيه؟ ولا يعني أسيب لكم شعري وأحط أحمر وأخضر وأشتغل رقاصة؟ أشتغل رقاصة يا عم الشيخ؟ أعوذ بالله يا أخت كوريا. أهزي يعني يا أبو مولانا؟ أعوذ بالله يا أخت كوريا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ومن يرضى لأختي، من يرضى لشريفة من شرفاء المنطقة؟ قم يا أخ سلومة، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق رأس جارتك كوريا. أحب على رأسها إيه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ بقى انا راجل كسار ملوي هدومي، وفي الاخر عب على راسها ده كتكسر راسها واللي شددوا لك كمان. ايه على راسها؟ صلوا على النبي. ايه يا عم ده؟ اضحك لشراحه. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي، ولا رد فيه. اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هرد لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسك. فين راسك؟ بص من بعيد ما تلمسهاش.
السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا كاريا؟ انا جايب البضاعه بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم. تسلم يا باشا. تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كاريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت ابدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك سيت في الحاره رهيب، ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل، حتى بص اهي مفيش ولايه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كاريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي يا باشا، ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي. معلش. اوعى بنت شيماء، انت هتطفشلنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اخت، اصلها لسه جديد، انا اغسلهولك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده؟ انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلتش ده؟ بالراحة يا كوريا، على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك، اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحية عينك؟ ما هو اللي مشبك في بعضه زي سلكة المواعي. معلش اهو سلك، اهو خلاص سلك. تعالي بقى يا بنت شيمو كملي، بس ما تجيش بقى ناحية عينيه، عايزاها تخرج من هنا نظرها ستة على ستة. ها؟ حاضر يا اسطى. يلا. بصي بقى يا اختي، ان شعرك شكله مهري من المكوى، لو كونات هيشيط. هيشطط كده وتروفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعملهولك بلا بابي، انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو رحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجة؟ مروان؟ مروان هرب. هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، حولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدأ ياخد اجراءاته علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. أنا جيت عشان أطمن عليكي، بس للأسف لازم أمشي بسرعة عشان أتابع بقية الإجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، أنا مش هقعد هنا ولا لحظة. خرجني بقول لك من هنا، عايز أهرب من هنا. حاضر حاضر يا روحي. ما تنزحي يا أختي وأنت عمالة تترقصي لنا كده. اللي هي تنزحي من الدنيا أنت والعجل بتاعك يا بعيد. يا تكون قرف. جاتك أنت 60 قرف يا مسمى تبري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله، خلاص هتموتي على الم... ايه ده يا بنت المجنونه؟ لم لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك؟ عاوز امسح السلم من الوساخ، ليكي شوفة حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين، الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيلة خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله، انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي، وانت عارف انه في الاخر اصلها الوطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن، أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص، لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسافر، أنا هقوم أحضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي، نغير جو، نقعد على البحر ونشم هوا.
وانت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى، احدف لي صباع في الهوى. يا حبيبي المحشي جميل، احدف لي صباع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير، احدف لي صباع وانا طير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي، حرام عليك يا خالتي، قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي؟ حرامي ايه يا خالتي بس؟ حرام عليكي، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشه بدريه. احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها. الله يكرم اصلي. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور؟ انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا. مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدكي وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله؟ ويعني لا مؤاخذه صوره بالمايوه، ده صوره محترمه وانت مهزاه ادخن شنب في المنطقه. انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خاطر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى. يا هيما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بباكوين، يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحرا. ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خيرك في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلم يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوف لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه تؤمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخن ولا تسيبني ولا تجرحني. اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص يا عيسى. هايدي سيبني.
ايه ده اتجننتي؟ تعال يب يب يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلام عليك يا هايدي، الف الف سلام عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعمل لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا مالي يا ذنبي يا بنتي؟ طب والله العظيم والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا مالها عن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. صاف بص انصاف، خدي يا بنتي خدي دول ها وروحي انت دلوقتي. لما تروق هي حنديل. كتر خيرك يا بيه. لا تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله وانت. صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد زي ما بقول لك. هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما الحقني يا سوكا، مش لاقي خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المطيه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعال تعالى يا سوكا. خدوني معاكم يا ولاد الحرام. ست كبيره زيها لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست تايه بقى لنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرجه 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف بره يا هيما؟ معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما بس قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق اهم، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيه واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا. اللي لاقيها وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حاره الكرامه. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفت عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفه تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم، ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه؟ لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك اتهمليها قد ايه بنت الناس؟ بقول لك ايه خاه، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطع، فين اللي مكفيني؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا
ما انت من ساعه ما رميتني وانت بتطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوري، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي اروح ادور عليها. ربنا عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجنه كوريا. مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ أجد عندي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش أهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت أهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له إيه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه إيه؟ والولية غلبانة يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. إيه يا كوريا؟ سمعتهم يا أختي بيقولوا في الميكروفون إن خالتك تاهت. لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش هبت من هنا. غوري من هنا احسن وتربت امي، افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخاطئ من شويه. شوف شوف، خلاص خدي يا حبيبي، خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه. بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاق التسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك ها، واجمدي انت قدها ها. ماشي باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى ها. ماشي. اوكي ماشي، كلميني. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي أبو طالب السيد السنهولي، موقفها إيه؟ تمام تمام. أنا آسف يا مدام، في قرب هناك بالسفر. لك يا هيمة وحشتك. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. أكتبها لك على أم العربية من برة، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. أنجز في إيه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبتس كوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه اللي فيها ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيمه، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام،
طلبت مني الأخت كوريا عبد العاطي أن أناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحجة سندس، ومن يجدها إن شاء الله له مكافأة مجزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرين عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. أقول لك يا أخت كوريا، وأمر عم الشيخ. الأمر لله تبارك وتعالى. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم، بس أنا شايف في الوقت غير مناسب. أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، واحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعيلنا انت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناه ان بكرة الصبح هيطلع قرار الضبط والإحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمة ولا كلمة من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكرة الصبح المفروض انك تكوني محبوسة. ليه؟ على ايه كل ده؟ وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبته عليه في 50 مليون دولار وحولته الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه. في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما؟ نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا بابي اللي عارف مصلحتك. أنا حوديك جاردن سيتي، شقة واحدة ست شيك كلاس، حفاهمها إنك أنت متخانقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك ليه إلا لما تصطلحوا كده. أبقى مطمن عليك إن مفيش حد هيقدر يوصلك. أبو طالب بيه شرف عظيم لينا إن أنت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دورية هاني. أهلا وسهلا، اتفضل. ايه ده يا بابي؟ ده عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لاي حاجه بس كلمي دورية هانم، تبعت لك الشغاله طلباتي كلها يا حبيبتي موجع. وبعدين عايزك تبقى مطمنه، انا همر عليكي من حين لاخر واطمن عليك. اوكي؟ ليكي حلوه بقى كده. اوكي؟ بس ما تفتحيش لاي حد علشان ما حدش يزعل. عايزة حاجة مني يا روحي؟ نروح بعض.
يا رب عشان تطفي الشمع لامك. كوري يا نهار اسود وبتهيل. ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ هات شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اساله هو فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك، اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، لو احتاج نقل دم باتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ يا كوريا حاضر عليا، ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت، بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام، صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي يقل مزاجها البعيده. مش يلا ولا ايه؟ يلا.